زاروش حلم باليوم، حلمت انه الريال ربحوا على المان سيتي 7-0. والغريب اكثر بالموضوع لما فقت عم بقرا التعليقات الموجوده عندي على الفيديوهات، بلاقي شخص كاتب لي مثل ما شايفين انه هو شاف بمنامه انه الريال ربحوا 7-1. هالشي واضح انه حلم، اكيد مش حتصير النتيجه من 7، مستحيل اصلا تصير. حتى انا شفت بالمنام انه هازارد سجل هدفين، هذا كله حلم مستحيل انه يصير. بس تخيل، تخيل عزيزي المشاهد انه كل الترجيحات لصالح السيتي من قبل المباراة من كبار المحللين والنجوم وحتى صناع المحتوى، الجميع كان يقول انه السيتي سوف يفوز. ولكن ماذا لو فاز الريال بنتيجة كبيرة في ملعب الاتحاد؟ هل سوف تكون مفاجأة؟ هل راح تنصدم العالم؟ كلاعبين ريال مدريد ما راح ينصدموا لانه عندهم التأهل على حساب السيتي وعلى غير السيتي عادي جدا، ولكن الريال ملك الصدمات، ملك المفاجآت، وهذا مدريد. فما حاجة يا الله يا الله.